عم نشجع بطبيعة الحال الفرق العربية، متأملين إنه توصل لأدوار متقدمة بهاي النهائيات. ما كل مرة بتشوف أنت أربع فرق عربية بنهائيات كأس العالم، هاي دافع كتير جيد وجميل لأننا نتابع مباريات كأس العالم. بغض النظر أنا بشجع الفريق الأرجنتين بطبيعة الحال، لكن الآن عم بشجع الفرق العربية وبتمنى توصل لأدوار متقدمة. الرياضة الأجواء يعني وحدة دائما، يعني الأشخاص اللي عندهم شغف بمتابعة الرياضة مستمرين دائما. بطبيعة الحال في ربما يكون صار اختلاف، الناس تغيرت اهتماماتها، صار عندها أولويات أكثر من متابعة الرياضة، لكن بطبيعة الحال اللي عنده هاي الرغبة اللي عنده هذا الشغف بيضل بيتابع وبيضل مبسوط وبينبسط بمتابعة مباريات كأس العالم. بشكل عام انه نسبيا كل ما له عم بيصير في تزايد بالاقبال على كاس العالم، يعني نوعا ما عم بتكون الناس عم بتحس انه رجعت شوي ايام زمان ككاس العالم واجواء كاس العالم، وخاصه انه هو بدوري عربي، يعني فخل نوعا ما عم بتحس انه رجع شيء من الجو القديم، فنوعا ما كل ما لعب بتزيد عم بيزيد شوي الاقبال على كاس العالم، والعالم عم بتشوف فسحة انه هي متنفس يعني من الجو اللي هي فيه، من جو الفقر، من جو البلد يعني والحرب اللي هي فيه. الاجواء هون ممتازة والله، الحمد لله رائعة جدا، الحمد لله. شجع المنتخب الارجنتين والله، جاي ما بشوف المنتخب القطري، بقى انا عرب كلنا بقى. شلون شايف المباراه اليوم؟ والله المنتخب القطري مو زياده، ما قدم، ما يعني كان متوقعين احسن هيك بكثير، والله ما كان اداء ابدا ما كان مثل ما كان متوقعين. كمنتخب تحديد ما في، بشكل عام منتخبات عربية بس، يعني انتماء لشي منتخب لا، الأجواء مريحة ماشي حالها، بس بقى اللعب سيء، يعني الأداء المنتخب القطري سيء. تحولت الكرة سريعة، برافو، برافو،